ما هي معلوماتك عن المشكلة اللي حدثت لكريم بنزيما في معسكر المنتخب الفرنسي؟ هل فعلا خرج كريم بنزيما وهو سليما من معسكر المنتخب الفرنسي بمشكلة مع ديدي ديشام؟ أن العلاقة ما بين المدرب واللعيبة كانت سيئة جدا. أعتقد أن هم كانوا يحاولون أن يبذلوا الكثير من المجهود، ولكن أعتقد أن نوعية العلاقة الجيدة كان بينهم كانت منعدمة جدا. فأعتقد أيضا أن الحكومة الأسبانية قد ضغطت على المنتخب، وده كان له تأثيره السلبي. وأعتقد أن كريم بنزيما كان يجب أن يعود لإسبانيا، وبالتالي أعتقد أنه كان لا يريد أن يتواجد في مكان هو غير مرحب به. فأعتقد هذا هو الدافع، لأنه كان هناك خارج اللياقة لمدة 5 أيام، وبالتالي كان قراره الحاسم أنه لابد أن يذهب ويترك الفريق.